هنا بهذه الورشة المتواضعة وبأدوات بسيطة استطاع محسن ابن مدينة عموشة بولاية سطيف من صنع هذه الحاضنة التي تستعمل في تكاثر الطيور والدواجن بشتى أنواعها لتلقى صدى داخل الوطن وخارجه. الحاضنة هذه هي هو ما يعرف بعمروسية لكيباسيو أرتيفيسيال، هي تساعد كثيرا تكاثر الطيور بشتى أنواعها. طبعا بالنسبة للحاضنة تبعنا هي بالطبع من صنع بمواد بسيطة موجودة متوفرة في السوق عادي، يمكن استعمال جميع الطيور، يعني دجاج، بط، إوز، وحتى الطيور التي هي محمية مثلا على سبيل المثال الحجر البري والبوزون أو التدرج وغيرها. قد صدى خارج الوطن، يعني كنا نصدرهم حتى لتونس موريتانيا. الحاضنة يمكن استغلالها كمشروع جواري للشباب لإنتاج الدجاج الموجه للاستهلاك، حيث تساعد على امتصاص عدد كبير من البطالين وتدعم السوق الوطنية، خاصة في ظل نقص تعانيه هذه الشعبة. لو يتم استغلالها على أحسن وجه فسوف توفر في السوق الدجاج، وخاصة الدجاج مثلا خاص للاستهلاك، فهذا يمكن لأي شاب أن يقيم مشروع لإنتاج الدجاج الأبيض المخصص للحم. هذا يعني كيف يقول مشاريع جوارية صغيرة. ابتكار من شأنه النهوض بشعبة الدجاج وطنيا، إضافة إلى تأثيراته الإيجابية على سعر الاستهلاك الذي أرهق جيوب المواطنين، لسيما الفئات ضعيفة ومتوسطة الدخل.